واتعاملت معايا باحترام جدا، واللي هو احنا عايزين شغلك ده، عايزين اللي انت بتعمليه مع الناس وتدينا على دماغنا وتقرفينا وتوجهوا يعني ساعدينا، احنا عايزين منك كده في الاعلام. فده كان حلو، عشان المرات اللي فاتت كانت وحشه جدا بالنسبه لي. على مستوى البلد في حاجات وحشت قوي وفي حاجات يجي منها قوي، يعني المعدل حسيتي ايه اللي وحش؟ لا يعني في كل، على مستوى كل حاجه، على مستوى الاخلاق، على مستوى طبعا الاقتصاد مش هتكلم فيه، مع حاجات مش عايزين نتكلم في الاقتصاد. بس من الاخلاق اكتر حاجه اللي هي والمسؤوليه، الاخلاق والمسؤوليه وقدره التحمل بقوا قليلين قوي دلوقتي. تمام. طب السوشيال ميديا مهمة جدا للناس كتير، يعني غيرت حياتك ازاي؟ هي لما بدأت أشتغل مع مصر غيرت حياتي، إن أنا بدأت أعمل شباك كده أطلع معلوماتي ليهم، وإن أنا نيتي الحمد لله إن أنا بفيد، فأخيرا بدأت أعمل حاجة لنفسي طول عمري ما أعملها، إن أنا أفيد حد. إن شاء الله لو أسلوبي وحش شوية وقاسي بس بحاول أفيد، فده إداني فرصة إن أنا أفيد الناس اللي بحبها. طب اختيارك لاسم فكر مصري اشمعنى؟ يعني ثينك مصري، ليه اخترتي الاسم ده؟ لان ده الطلب اللي انا بطلبه من المصريين، ان هم يفكروا، بس انا عشان عايشه في امريكا فقلت بلاش فكر، كتبتها ثينك اساسا، تمام. ان هو نصي انا نص امريكيه نص مصريه، سو ثينك من باب ان انا اتشجعت اني افكر بسبب عيشتي في امريكا، ومصري لان حاجات كتيره فينا كمصريين فيها كفاءات عاليه جدا، فاحنا مجرد ان احنا نفكر شويه هنعرف نغير سلوكياتنا. طيب طبعا انت وزنك نزلتيه بشكل كبير جدا، ايه اللي دفعك ان انت تنزلي وزنك؟ يعني ايه الحاجه اللي حصلت خليتي قلتي انا دلوقتي لازم ان انا اخس وانزل؟ الزعل، الهجرة، ان انا مهاجرة وحيدة كده برضو، هجرة كل حاجة فيها زعل شجعتني ان انا اطلع مجهود الزعل في ان انا العب رياضة، بس ما كانش في دماغي ان انا اعمل جسم معين وكده، هي جات لوحدها من الاستمرارية.